البادل تنس واحدة من أكثر الألعاب نمواً على مستوى العالم، وهي اللعبة العصرية والحديثة في عالم الرياضة، وتمزج بين التنس والسكواش. هذه أول تجربة لي، أعتقد أنها تجمع ما بين التنس وألعاب أخرى. لعبة أكثر مرونة من التنس، هي حالياً يعني ترند في كل مكان في العالم، وزملائي وزميلاتي كلهم في الدوام صاروا يلعبونها وحبيت أني أجربها. المميز البادل أنها رياضة أنت حتى لو خسرت فيها مستمتع صراحة، لأنه رياضة بادل هي ماخذة أكثر من قوانين أكثر من رياضة. تختلف البادل من حيث القواعد وأسلوب اللعب، حيث تكون الفريق من 4 أفراد 2 ضد 2. داخل ملعب مربع الشكل له سور حديدي محاط بزجاج وبه شبكة في منتصف الملعب. البادل طبعا بدأت في المكسيك قبل فترة طويلة، وراحت لإسبانيا فترة وتطورت ممكن في ملقا ومدريد بشكل كبير مرة، وبدأت في 2002-2003 بدأت يعني في إسبانيا تنتشر مرة، وعلى 2016-2017 بدأت تدخل أوروبا بشكل كبير يعني، وصلت للسعودية يمكن 2019. جدا ممتعة وسهلة أن الواحد يتعلمها، أحيانا حبيتها لأنها يعني ما تحتاج لياقة عالية مرة. رياضة البادل من العاب اللي طحت في حبها مؤخرا، وأتوقع بكون بطل قريب إن شاء الله في رياضة البادل. محمد رزق، NBC الرياضة العاب.